نحن أحوج ما نكون فعلا يعني كما تم الاتفاق مع رفاقنا في اتحاد شبيب الثورة منذ سنوات ثلاث على إعادة النظر في الأنشطة، خاصة وأن العمل هو تكاملي بين المنظمة ووزارة التربية، وأنتم تعلمون أن وزارة التربية الآن تعيد النظر في مناهجها التربوية، فكم نحن بحاجة إلى أن تكون هناك أنشطة جديدة وأنشطة مكملة للمناهج. ونحن أولا وأخيرا نعيد يعني إعادة بناء الإنسان تحتاج إلى معرفة، وأهم مصادر المعرفة هي القراءة والكتاب، وحري بنا أن نقول أن نحن نعطي أطفالنا الكتاب وندعهم للقراءة. طبعا من ضمن الأفكار اللي عم تدرسها قيادة المنظمة كانت هي عن مطارح جديدة لشبابنا، وبالتالي بدنا نطلع من الإطار السابق اللي كنا بالمنظمة الأنشطة، لازم نبحث عن أنشطة جديدة للمنظمة. فضمن هذا التفكير وجدنا بأنه ماراثون القراءة، هذا النشاط اللي أقامته منظمة اتحاد شبيبة الثورة بالتعاون التنسيق مع وزارة التربية، اللي إن في دور تكاملي بيننا بين وزارة التربية، نفذنا هذا النشاط على مستوى الوحدات والروابط والفروع، واليوم احنا شفنا الشباب كيف الامكانيه اللي او القدره اللي عندهم واللي شاركوا بهذا الماراثون على المستوى المنظمه، وهذا راح يكون سنويا هذا النشاط بين منظمه اتحاد شبيبة الثورة وبين وزاره التربيه. نحن هلا عم بالمرحله الاخيره من ماراثون القراءه، بمرحله التتويج، خليني اقول لك المرحله الاخيره بلشت يوم الاربعاء. نحن اليوم بالتتويج النهائي، الطلاب يلي موجودين معنا اليوم مرقوا بثلاث مراحل، مرحلة على مستوى روابطهم، مرحلة على مستوى المحافظات أو الفروع، ووصلوا للتصفيات النهائية اللي هن معنا اليوم 55 مشارك. أنا مشاركتي بالماراثون أنا الأولى عفرة طرطوس، قريت 133 كتاب. أنه استفدت من هالماراثون، استطعت أنه شجعني على القراءة، قرأت عدد كبير من الكتب. لم يكن هذا العدد أنه يخطر لبالي أن أقرأه، قرأته في أنه عندما علمت بالماراثون قد قرأت هذا الكم الهائل من الكتب، وعملت لها تلخيص وقدمتها. قرأت 35 كتاب، أكثر شيء قرأته عن الكتب العلمية، شاركت لأنه المطالعة كتسلية عندي. حبيت أشارك بالماراثون لأن هوايتي المطالعة وقراءة الكتب. ماراثون القراءة مسابقة وصلت لمراحلها النهائية، أقامتها منظمة اتحاد شبيبة الثورة بالتعاون مع وزارة التربية، وبقي تكريس الكتاب وهواية القراءة هي بوصلة القائمين على الماراثون. اليوم أكيد رح نتعرف أكثر على ماراثون القراءة مع نماذج مميزة من الشباب المشاركين، هن أكيد اليوم ضيوفنا كانوا معنا لليوم أو حيكونوا معنا لليوم لحتى يجعلوا صباحنا غير ومميز بوجودهم، وهن رفاه جابرة يلي حصلت على المركز الأول بالمسابقة، وأكيد معنا الشاب المميز عبد الفتاح الحاج بكر هو حاصل كمان على المركز الثالث. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم ومبروك الفوز وهالمراتب المميزة لكم. شكرا لك، الله يبارك فيكي. صباح الخير رفاه، خلينا نبلش معك، ما أنك الفائزة بالمركز الأول، احكي لنا عن هي التجربة، هذا الماراثون، كيف سمعتي فيه وكيف اشتركتي؟ هلا اول شيء هنا اجوا على المدارس وقالوا لنا انه في ماراثون للقراءه ومسابقه، يلي بيقرا او عنده اهتمام بالقراءه فانه الماراثون او المسابقه رح تكون مفتوحه قدامه، وسجلنا اسماءنا، وبعدين صارت المسابقات اول شيء على الروابط، بعدين على الفرع، وهلا صارت على مستوى القطر او سوريا، ويعني نحن عرفنا
فيها على طريق عن طريق المدارس. هي نعم. هلا اكيد رح نحكي تفاصيل اكثر، بس كمان رح نرجع لحتى نحكي المركز الثالث كمان ما هو مركز بالسهوله يمكن نحصل عليه. خبرنا كيف قدرت توصل لهذا المركز، وكيف قدرت عدد الكتب كمان اللي قريتها، كيف قدرت تلخصها، انه مثل ما كنا عم نشوف سلمى كل طفل عم بيقول يمكن عدد معين من الكتب. اي صراحه هو اللي بيتحدد نوع الكتب اللي رح يكون هو بيقتنيها او اللي بيقراها بزياده يعني. بالإضافة إنه أنا بنصح رفقاتي إنه الكتاب هو رفيق، يعني أكثر من الرفقات اللي نحن بنشوفهم بأرض الواقع هو الكتاب رفيق بزيادة. الكتاب هو يعني بيعطي الواحد طاقة إيجابية. أنا قد ما كنت متضايقة أو عندي طاقة سلبية حاسستها، فورا ما أفتح الكتاب وأقرأ بسحب لي كل هالطاقة السلبية وبتعطيني طاقة إيجابية، يعني بحس بالسعادة وطبعا بحس بالزعل وقت أخلص رواية أنا حاببتها مثلا. أكيد يعني عبد الفتاح نشوف رفاه في كتير روحة داخلة مع هاي الهواية اللي هواية القراءة. احكي لنا شوي عن تجربتك الشخصية، قديش غيرت هلأ بالنسبة لي القراءة كانت كشغف كبير، يعني انه لدرجة اني بس امسك الكتاب مستحيل تركه لحتى يخلص. يعني امبارح وزير التربية اهدانا كتب، تقريبا خلصت 3/4 الكتاب بس نمت، يعني تعبت ونمت، انه الكتاب بيجذب الشخص لدرجة انه بيعشقه. يعني ممكن حسب اسلوب الكاتب طبعا، مو انه كل كاتب ممكن يجذب، بس يعني الوزير كتابته روعه. يعني رفاه اليوم عم نعيش كلياتنا كبار وصغار وشباب وصبايا، كلياتنا عم نعيش هي الحرب على بلدنا على سوريا، لكن احنا لما بيكون لنا عالمنا الخاص ممكن نحن نطلع من هذا الجو ونعيش، ما بدنا نقول ننعزل، لكن ناخذ مساحه لحالنا نعيش فيها الحياه الحلوه، الحياه الصح. قد ايه بتشوفي انه القراءه فعلا حققت لك هذا الشيء؟ هلا اول شيء انه القراءة مثل ما قال هي شغف، وهي يعني انا بالنسبة لي هي اكثر ما هواية هي اسلوب حياة، اسلوب يعني الواحد بيعيش. ما بعرف كيف الواحد ممكن يقدر يعيش من دون كتاب، يعني وين ما كان يروح هو دائما لازم يكون في موجود كتاب، يعني هو رح يكون مرافق له دائما. هلا طبعا انا بحب انه كثير اشكر هذا الماراثون، انه هو ضاف لي شيء لشخصيتي، اعطاني دافع اكثر واكثر لحتى اقرا اكثر، خلاني اتعرف على ناس من محافظات ثانيه، يعني ما انه صار في روح موده، وقضينا يعني الايام اللي قعدنا فيها مع بعض صرنا كثير نتناقش بنقاشات فكريه وتاريخيه كل الانواع، فانه كثير هذا ضاف لنا شيء جديد، قيمه مضافه لنا. يعني بحب اشكر الوزير لانه هو كان داعم لنا، واتحاد شبيبه لانه هي نظمت لنا هذا الشيء اللي احنا لولا ما كنا قدرنا نوصل لهي الدرجه. يعني اكيد يعني عبد الفتاح دائما الهوايه بتخلي الشخص يمكن يركز بدراسته او شيء لحتى يفضى ويتابع هالهواية، انتو هواية تكون هي القراءة، قدي أثرت أو ساعدت بأنك انت تتفوق يمكن أكثر بتحصيلك العلمي؟ هلأ نحن تفوقنا بتحصيل العلمي مو بس بسبب الروايات، ممكن بسبب كتب التنمية البشرية. في كتاب اسمه العادات السبع للناس الأكثر فعالية لستيفن كوفي، أنا قرأته وحاولت أشتغل فيه، بيعطي عادات النجاح المهمة اللي لازم على الواحد يشتغل فيها. أنا كنت صف تاسع، حاولت أنه نظم وقتي بين القراءة وبين دراستي، يعني ممكن انه يدرس النهار بالليل اقعد ساعه ساعه وشوي انه على الكتاب بعدين نام، يعني انه في كان تنظيم وقت حتى خلاني اوصل لهي المرحله اني اقرا 100 كتاب بس بفصلين دراسي. نعم حلو انه في تنميه بشريه، في كتب متنوعه، وحتى انه عم بيطبقها بحياته العمليه. يعني اليوم كلياتنا بحاجه طاقه ايجابيه، بدنا ناخذ منك طاقتين ايجابيات لحتى نقدر نحن نكمل حياتنا بهي الروح اللي عم نشوفها عندكم بهذا النجاح والتالق. ابدأ أول هدف في ذهنك واشحذ المنشار. برافو برافو رفاه وبرافو عبد الفتاح، بدنا نشكركم كثير ونتمنى لكم التوفيق، ان شاء الله بنشوفكم دائما بالمراتب الاولى. شكرا كثير لوجودكم معنا. شكرا. اهلا وسهلا. شكرا كثير لكم، بدي اتمنى لكم نجاح ومستقبل يليق اكيد فيكم وبشخصيتكم المميزه، ومثل ما قلت بنحط الهدف اكيد دائما بنوصل. اي طبعا اكيد. شكرا لكم.